مشاهدينا الكرام تحية طيبة لحضراتكم، وهذه حلقة جديدة من المشهد. في اليوم الثالث على التوالي تواصل قوات الشرطة والقوات المسلحة عملية تطهير كرداسة من البؤر الإجرامية، نفس العمليات العسكرية لتطهير مصر من الإرهاب. تتم هذه العمليات وسط مساعدة من المواطنين بل وحفاوة من المواطنين لاستقبال القوات المسلحة وقوات الشرطة. تفكيك البؤر الإرهابية في كرداسة ودلجة وأيضا العمليات العسكرية لتطهير سيناء من الإرهاب، هذه بمساعدة المواطنين دلالة مهمة في الحرب على الإرهاب. هناك العديد من التساؤلات حول هذه الأحداث ودور الشرطة والقوات المسلحة بالتعاون مع الشعب، يجاوب عنها سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع السابق وأستاذ العلوم العسكرية. برحب بحضرتك يا فندم. مشاهدينا نتابع هذا التقرير ثم نبدأ القراءة في هذا المشهد. يوما بعد يوم تثبت أجهزة الأمن المصرية أنها قادرة على ردع وتصفية البؤر الإرهابية، فضلا عن حماية الوطن من كل من تسول له نفسه الخروج على القانون وتحدي الدولة. فبعد أيام من سيطرة قوات الأمن على ما جرى في بلدة دلجة بمحافظة المنيا في صعيد مصر، ما حدث فيها من ترويع للمواطنين وحرق للكنائس، استطاعت أجهزة الأمن بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة استطاعت مداهمة كرداسة والسيطرة على الأوضاع الأمنية هناك. تطهير قوات الأمن لكرداسة وما حولها واستعادة هيبة القانون والدولة والأمان قوبل بارتياح بالغ من المصريين الذين اعتقد بعضهم أنه سيكون من الصعب القضاء على المسلحين الذين نشروا الرعب والترويع بين سكان المنطقة، ويعد استكمالا لما قامت به أجهزة الأمن في دلجة. من هنا تأتي الأصوات المنادية لقوى المجتمع المؤثرة كالأزهر والكنيسة ومنظمات المجتمع المدني والمدرسة للقيام بدورها لمواجهة الفكر بالفكر وتصحيح المفاهيم المغلوطة عند البعض وعدم الارتكان إلى الأمن وحده في مواجهة المتطرفين. وفي سياق متصل تواصل الحملة الأمنية الموسعة وعملياتها جنوبي مدينة العريش في تمشيط المنطقة والبحث عن مواقع تواجد العناصر المسلحة ومخازن الأسلحة والذخيرة بها. وأكدت المصادر الأمنية أن الحملة تتم بالاشتراك مع القوات المسلحة والشرطة المدنية، حيث تحلق الطائرات العسكرية في سماء المنطقة علاوة على القوات البرية والمصفحات والمدرعات التي تهاجم المواقع المشتبه في وجود عناصر مسلحة بها. وتشير الدلائل الأولية إلى إلقاء القبض على عدد من المشتبه في تورطهم في الهجوم على الأكمنة والمواقع الأمنية. مشاهدينا أجدد التحية بحضراتكم، وضيف المشهد لهذا اليوم سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم العسكري. سيادة اللواء، معركة كرداسة ومن قبلها معركة دلجة وأيضا العمليات العسكرية في سيناء، هل ترى حضرتك هناك رابط يجمع بين هذه العمليات سواء من طرف البؤر الإجرامية وأيضا القوات المسلحة في أسلوب التعامل معها؟ تماما في رابط اكيد، وانا هنبص هنجد قدامنا طرفين، طرف الارهابي وطرف المقاوم للارهاب الممثل في قوات الامن من جيش وشرطة ومن ازهر بعلمائه ومن الشعب في مواجهة الارهاب. فما فعله الاخوان الراعي الرئيسي للارهاب وسببه وقائده هم مثلوها وعملوا لنا كده. نعم. يعني الناس عارفة دي يعني ايه؟ اهو هم دول الاخوان. اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، واذا خاصم فجر. هم دول الاربعة بتوعهم. في الكذب اول واحدة كل حديثهم كذب. سيادة اللواء، هذا ما وصف به الرسول عليه الصلاة والسلام المنافق. مش كده ولا ايه؟ نعم. طيب واحنا شايفين حاجه عملوها الاخوان غير كده في حادثهم كله، شفناه على الملأ كل الشعب وكل العالم عبر الفضائيات يشهد عليهم.
وكذبوا اول ما كل يوم يقسم مليون يمين انه مش من الاخوان، واللي يقسم مليون يمين انه ما كانش معاه سلاح، ولو يعلم ان في سكينه في رابعه كان سابهم ومشي، وهو شال طبنجه في جيبه. نعم. كلها. واذا وعد اخلف، اظن عندنا الوعد بتاع النهضه، شفنا يعني اخلفوها قد ايه. واذا ايه خاصمه فجر، يعني اللي احنا فيه دلوقتي هو المرحله الخصومه والفجور في كل حاجه، تدمير، قتل، ترويع للمواطنين، وقبل كده خيانة الأمانة. هذا الوطن اللي بيقسم أي رئيس للجمهورية على أن يحمي أرضه ويحمي عرضه ويحمي حدوده ويحمي شعبه، أول حاجة ولا يخفى على أحد المؤامرة اللي اتعملت بيع أرض سيناء ده عشان نحل مشكلة الدولة الإسرائيلية، مشكلة الشرق الأوسط كلها تتحل بأن احنا ندي جزء من أرض سيناء للفلسطينيين يعملوا فيها دولة غزة الكبرى وتتحل مشكلة الشرق الأوسط. الحتة التانية انه لم كل ارهابي العالم هنا في سيناء، طب ليه جايبه هنا؟ عشان يعلن امارة اسلامية. هل هذا لمصلحة الاسلام؟ ما هو ياريتهم سألونا كنا قلنا لهم، وياريتهم قريوا كان عرفوا، وياريتهم يعني ان كنت لا تدري او ان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظمه. نعم. اليهود بقت دولهم طعم، اليهود عايزين يعلنوا دولة اسرائيل دولة يهودية، يهودية خالصة، معنى انهم يعلنوها يهودية خالصة يبقاش فيها حد غير اليهودي، يعني حتى عرب 48 هم متجنسين من جنسية اسرائيل هيطردوهم برا. فهم ادوا الطعم ده لاخواننا الاخوان المسلمين، لما انتوا كل الناس المسلمين قالوا يعني امارة اسلامية، هم في هم اللي بدأوا وادوا قدامها دولة يهودية راس براس محدش يقدر يتكلم. فادي خيانة الأمانة، واخد بال حضرتك؟ نعم. وزأتمنا خان. طب نيجي في المقابل بقى نشوف احنا ايه اللي عندنا. شوف أبناء الوطن الذين عرضوا أو تعرضوا لهذه المؤامرة الكبرى من جانب هذا التنظيم الفاسد، من أول يوم جم فيه إذا وعد، وظن من أول القائد العام للقوات المسلحة زي ما وعد المصريين ان يؤمنهم. نعم. وجهاز الشرطه، نشوف من دلوقتي من يوميها ومن قبلها الارهاب بيتاكل يوم عن يوم، بيتقلص كل يوم، بيسقط مجرمين، بيسقط ارهابيين، كل يوم بنحس بامان اكتر، الناس قادره تتنفس، الناس قادره تتحرك. ولذلك لما نيجي ابسط حاجه عندنا هو ايه، ساعات الحظر بدات تتقلص. نعم. الناس بدات تشعر بالراحه، بدات تشعر بالامان، الأسواق بدأت تتحرك فيها حركة أخرى. إذن هذه فئة إذا وعد صدق، هم دول ولادنا، ولاد مصر اللي دخلوا، اللي هم قال عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام خير أجناد الأرض. وإني لا أتعجب لما دول ناس مسلمين ويعلموا تماما، ويريت شيخنا القرضاوي بتاع قطر يعني أسأله يا مولانا مين اللي قال ربنا عليهم او قال الرسول عليه الصلاه والسلام عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشيه الله. مين اللي بيحرس في سبيل الله؟ اليسوا ابنائنا في سيناء يحرسون وطنهم؟ اليست حراسه الوطن في سبيل الله؟ اليسوا ابنائنا من الشرطه الذين يحرسون الشعب ويحرسون مرافقه ودواليب عمله وارزاقه وامنهم في الوطن؟ أليسوا حراس في سبيل الله؟ نعم. إلى من تدعو إلى حرب هؤلاء؟ هذه العين التي تحرس في سبيل الله تحاربها يا مولانا وتفتي فتوى؟ أسأل الله أن يحاسبك عليها. إن الناس تتصدى للجيش والشرطة، أدي الوضع. طب سيادة اللواء، يمكن اعتبار البؤر الإجرامية سواء في سيناء أو في دلجة أو في كرداسة أيضا، هل هذه نويات أو نواة لإقامة الإمارة الإسلامية التي تذكرها حضرتك؟ يعني الدعوة للأعمال المسلحة والتسلح بكم هائل من الأسلحة سواء في سيناء أو أيضا في كرداسة، ما كشفت عنه الداخلية وعدسات الكاميرات كشفت لنا عن كم هائل من الأسلحة، لماذا هذا الكم الكبير من الأسلحة؟ هل عمل دويلة داخل الدولة؟ هل من هذه البؤر تصور هذا التنظيم أن يمكن إعلان دولة أو إمارة إسلامية من هنا؟ أقول نعم
وللآتي. يعني ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كله من أوله لآخره لم يحدد لنا عقوبة الكذب. يعني كل جريمة في القرآن ليها عقوبة، القاتل اللي شرب الخمر، الزاني، السارق، كل حاجة، كل من يرتكب ليه إلا الكذب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل قال أو يكذب المؤمن؟ قال لا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. أخرجوا بره خالص، بره إيه؟ بره طائفة مؤمن. أو بقى طائفة المؤمنين. نعم. طيب من هنا نجد إخواننا دول بيستحلوا الكذب استحلال غريب. طب جت منين؟ ما هم ده ناس عمالين يقول قال الله وقال الرسول وليل نهار يكفرونا. فجت ان هم طب انتوا عارفين ان اللي بيكذب الا يعني هم لما ايه بياخدوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا كذب الا في ثلاث، اللي هي كذب على الاعداء. نعم. وكذب مش عارف الاصلاح بين البشر والرجل لزوجته، الراجل على زوجته لو قال له بتحبني ولا اه مش ولا ما بقبضش عشان بس ما ايه نعم. ما يحسبهاش نعم. علينا نعم. يعني اه ما بيحبهاش ولا لا بحبك دي بس، انما مش ولا ما بيقبض 100 ولا بقبض 90 ما ينفعش يبقى كذب. نعم. تمام. فهم دول اعتبروا كل من هو ليس اخواني فهو من الاعداء، فحلال يكذبوا عليه. ولذلك نجد الائمه والشيوخ بتوعهم بيكذبوا عيانا جهارا قدام شاشات التلفزيون الناس كلها شايفاها. فاذا هم بيعتبرونا احنا بالنسبه لهم اعداء، ما دام هم استحلوا الكذب علينا فهم بيعتبرونا اعداء. ومن هنا اقصى يعني اصعب حاجه في الكذب ايه؟ انها بتسهل على المجرم جريمته. يعني لما الرسول عليه الصلاه والسلام الراجل راح قال له ايه؟ قال له انا عايز يعني في حاجة كتير في الإسلام عجباني بس أنا عايز أدخل ومش قادر. فقال له عايز شرط واحد لا تكذب. فقال له دي سهلة. فبعد جاله بعد فترة قال له ها أسرقت؟ قال له لا. قال له أزنيت؟ قال له لا. أقتلت؟ قال له ليه؟ قال له لأن هاجي مش هكذب عليك، هقول لك سرقت هتقيم عليها الحد، هقول لك زنيت هتقيم عليها الحد. فإذا هو كونه استباح لنفسه الكذب فاستباح لنفسه أن يجرم في أي شيء. نعم. أن يقنع ويغرر هؤلاء الأبرياء إن اللي هما بيعملوه صح، إن قتل جنود المصريين من شرطة وجيش حلال، إن حرق بيوت المسلمين حلال، إن حرق دور العبادة للمسلمين والمسيحيين حلال. فطالما هو استحل نفسه كل ده وأقنع هؤلاء الناس فما نستغربش على الإطلاق. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما أقام دولة في المدينة ما طردش اليهود منها. نعم. لما سيدنا عمر رضي الله عنه فتح القدس ما طردش المسيحيين منها، ما عادهمش، ادى كل واحد حقه. فكيف بكم انتم وهم؟ طب انتوا يعني طب انتوا سالتوا ليه الاول؟ بيقول لك اعلن اماره اسلاميه. ومين اللي بيقول لك اعلن اماره اسلاميه؟ ده مجتمع ماهوش اسلامي خالص ولا يهمه ان الاسلام ينجح. اذا ليه مصلحه؟ اذا هناك مصلحه ليست في مصلحه الوطن. سياده اللواء حضرتك بتقول مجتمع غير اسلامي خالص، ليه حضرتك بتصنفهم ان هم غير اسلاميين؟ لا انا بقول الناس اللي اوحوا اليهم بالاماره الاسلاميه دول. نعم. هم الغرب. نعم. يعني مش هنقول ايه ان هذه فتوى طلعت من جهه اسلاميه. نعم. ان تعلن اماره اسلاميه ما حدش قال كده ابدا. لا يعني اليهود هم اللي استحلوا هذا، وهذا لنيه ليست طيبه، لنيه فاسده. انما الاسلام ما في تعايش الناس كلها مع بعضيها. نعم. لكم دينكم ولي دين. طب ده ياخذنا سياده اللواء الى وجود تحالف ما بين الجريمه المنظمه، ما بين تجاره السلاح والبلطجه وايضا الارهابيين والتكفيريين. الرابط ما بين هؤلاء يراه البعض ليس رابطا يعني عاديا، يعني جهه تنظيميه تقوم بتنظيم هذه الاعمال، ولكنها يرجعها البعض الى ما يسمى بالحرب بالوكاله، وهي لعب اجهزه مخابرات دوليه بعمل خطط لهذه التنظيمات التكفيريه والارهابيه وتمدها بالسلاح وتعاونها بالمال، وبالتالي العمل الذي يتم على الأرض ليس من فعل تنظيم فقط ولكن تدعمه أجهزة مخابرات. تتفق أم تختلف معي؟ أتفق طبعا، ده كلام علمي موثق ونشرحه ببساطة. في الإرهاب ليه ثلاث أضلاع لا بد من وجود الثلاثة مع بعض. أول طرف أو أول ضلع صاحب المصلحة. مفيش إرهاب بيتم بدون هدف او بدون مصلحة. نعم. مصلحة لمن؟ صاحب مصلحة. طيب انا صاحب مصلحة مين اللي انا عايز ابني عمارة، بروح لمين؟
مش هروح ألم العمال من كل حتة والصناعية وده اللي بيحفر وده اللي هيبني وده النجار وده لا، فبيروح ليه لمقاول اللي هو ينفذ لي العمل ده كله. خلاص يبقى أنا عندي المقاول أهو رقم اتنين، ثم العامل اللي هو هينفذ. طيب نحقق نشوف التلاتة دول في الإرهاب. أول حاجة لو أنا ليا دولة معادية، ليا جهة معادية، تنظيم معادي، هو ده بنس إيه؟ الطرف رقم واحد صاحب المصلحة، المالك للمصلحة. تمام؟ ثم المقاول، المقاول ده إما جهاز مخابرات عايز هينفذ هذا لصالح وطنه أو لصالح جهة ما، أو منظمة إرهابية، قيادة المنظمة الإرهابية. تمام؟ هذه المنظمة الإرهابية هي اللي بتجيب بقى ايه؟ بتربي الارهابيين، بتجيبهم وتدربهم وتجهزهم للمهمة. في ناس بتيجي ارهابيين بالفلوس بتدفع لهم، دول فاهمين وعارفين بيعملوا ايه، وكلنا سمعنا عن كارلوس السفاح الارهابي اللي العالم كله سمع عنه وكان بالاجر بيعمل كل حاجة. تمام؟ بعد كده في ناس اللي هم اتضحك عليهم زي الناس الانتحاريين دول، راح يموت ده راح يقتل واحد، ناس بتصلي، ناس بتفطر في رمضان وهو متخيل ان هو هيقتله ويخش الجنة. دول الناس اللي ايه؟ المغرر بيهم، اللي مضحوك عليهم، ما عندوش عقيدة، ما عندوش اي معلومات، بيفهموا ان هو بيعمل حاجة في سبيل الله ويقعد يربيه تربية فاسدة بمعلومات مغلوطة ان انت هتقتل. مجرد بتقتل ده انت لو اتقتلت هتخش الجنة على طول. زي ما كنا بنسمع في ميدان رابعة بيجي اخونا عاصم عبد الماجد يقول لك ايه، عايزين مين اللي هيتجوز الحور العين النهاردة، عايزين مش عارف كام واحد النهاردة يخشوا الجنة ويرفعوا ايديهم. نعم. خلاص بقى هو ايه بيوزع الجنة ما شاء الله معاه ايه سكوك الغفران. اذا ادي التلات عناصر. قد يكون العامل اللي هو الارهابي ده اللي عضو في الجماعة الارهابية ده لا يعلم هو بيعمل دي المساحة مين، ده اللي رايح يقتل زي اللي قتل الستاشر جندي في رمضان، هو متخيل او اللي رايح يبقى بعبوة نسفة يقتل وزير الداخلية. نعم. هو متخيل انه بيعمل حاجة ضد واحد عدو للاسلام. أشققت عن قلبه؟ أنت مين قالك إن ده كافر عشان تقتله؟ تخيلي لما يقدر يوصله الراجل ده، فهنا الراجل ده ما يعرفش هو بيقتل ده لمصلحة مين؟ هو لو يعرف إن بيقتل، وأنا قلتها وبقولها مليون مرة، المستفيد الأول مما يحدث في سيناء وفي مصر وإسرائيل بالدرجة الأولى. إسرائيل ثم أمريكا معاه. فدي معروفة ومش أول مرة نقولها وبندرسها والناس كلها عارفة الكلام ده. فإذا الناس دي هل تعلم الراجل راح يمد، هل يعرف انه بيؤدي خدمة لإسرائيل، إسرائيل مش قادرة تنفذها، ممكن تدفع عليها ملايين الملايين عشان خاطر تنفذ مهمة زي دي؟ بيخرب اقتصاد وطني، بيخرب عقول الناس، بيخرب عقيدة بتاعتنا، بيطلع جيش من المعركة، بيطلع شعب من المواجهة، بدل ما احنا كلنا أمة إسلامية وأمة عربية قادرة على المواجهة، لا بقينا دولة متفتتة، بقينا شعب مفتت، قوة المعنوية بتاعتنا خلاص بقينا كلنا بنشك في بعض. الشيوخ اللي كنا بنعتبرهم قمم قدامنا ظهروا ان هم كذابين. نعم. ويجوا على الملأ ويقولوا لنا فتاوي غريبه، انت يا مولانا احنا كنا وراك بنجري ونصلي وراك ونتبرك بيك، النهارده انت بتقول للناس مش عارف اعملوا اعتصام فين، ووقفوا التعليم فين، وانزلوا شوفوا المترو فين، وعطلوا المرافق فين، امال فين يا مولانا اللي بيقول لك اماطه الاذى عن الطريق صدقه؟ طب اللي بيحط الاذى في الطريق ده يبقى بيعمل ايه؟ وما قالش الأذى عن طريق مين؟ ما قالش الأذى عن طريق الأنبياء ولا الرسل، ده قال الأذى عن طريق على الأطلاق أي حد حتى لا. لو عن دابة، ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لك لو عثرت دابة في الشام ربنا يحاسبني عليها، لماذا لم تمهد لها الطريق؟ وأنت تحض الناس على أن تفسد المصالح وتوقف كل الأعمال، طب الناس دي هتاكل منين؟ الناس الغلابة اللي مش لاقية تاكل، هي إذا بيقول إيه؟ رأس مالها دراعها، بتشتغل يوم بيوم. طب الناس دي موقف حالها، مفيش دولار عمل شغال، الناس دي هتاكل منين؟ هيطلعوا كلهم يتسولوا. طب انتوا كنتوا بتعملوا الكلام ده ايام رابعه وايام كل شحاتين القاهره وشحاتين مصر كان عندكم وبتاكلوهم، طب ربنا فضها من عندكم، الناس هتفضل الشعب المصري يفضل متسول؟ ما تسيبوا الناس تشتغل. نعم. طيب سيادة اللواء حضرتك لو يعني لو نظرنا إلى كافة المواجهات التي تمت ما بين قوات الجيش والشرطة من جانب والإرهابيين والبؤر الإرهابية هذه من جانب آخر، نجد تفوق يعني نوعي وكمي من حيث الانتصار على البؤر الإرهابية. كيف تبرر استمرار هذه الأعمال يا سيادة اللواء وهم في كل معركة بيخسروها؟
يعني المنطق يقول ان من سلك طريقا لا يوصل الى الغايه التي يريدها عليه ان يغير هذا الطريق، فلماذا الاستمرار على نفس النهج رغم الخسائر التي يتجبدها هؤلاء وايضا عدم تحقيق الاغراض المستهدفه؟ هنرجع لنفس المثلث اللي احنا قلناه. نعم. مين اللي بيعمل الحاجات دي دلوقتي رغم ان عارف ان ايه؟ انه بينهزم وبيموت وبيخسر وكل طريق ماشي غلط. مين اللي ماشي فيه؟ اللي هو العامل الثالث. التالت ده واحد من اتنين، واحد بياخد فلوس ومش همه، هو كده خسران، هو بياخد فلوس ماليش دعوه. طب في الاخر هو اللي بيلقى القبض عليه وهو اللي قد يعرض للقبض. ما هو لا ما هو مش فاهم كده. نعم. يعني هو مش مفهمينه كده، اللي بيطلع زي اللي كان بيبعت جاسوس ويقول له احنا مش عارف اعظم جهاز مخابرات في العالم، ويقعد يزن في دماغه لا ما تخافش. يا اما بياخد فلوس يا اما مغيب، والاثنين اهدافهم غير سويه. والتاني اللي هو المقاول، سواء كان قيادة الجماعة أو قيادة التنظيم الإرهابي، ده الممثل في قيادة تنظيم الإخوان بما تحت قيادته من جماعات إرهابية حتى أسماء لها أسماء ملهاش عدد، واخد بال حضرتك؟ وبعدين صاحب المصلحة اللي فوق خالص معاه فلوس، وفلوس مش بتاعته فعمال يدفع، واخد بال حضرتك؟ فهي دي القصة اللي هنا، ليه هما ما بيتوقفوش؟ لأن المنفذ يا اما واحد مغيب يا اما صاحب مصلحه في انه يتقاضى اجره اول باول. ادي كل المشكله. نعم. انما في النهايه احنا عندنا، ما احنا عندنا يا اما بيقاتل الجيش وبيقاتل الشرطه، وهؤلاء الناس يقاتلوا عن هدف سامي، حمايه الامن القومي المصري، حمايه الوطن، توفير الامن للمواطنين اللي ربنا سبحانه وتعالى لما من على المسلمين وعلى لإيلاف قريش إيلافهم رحلات الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فاذا كان ده الجندي بتاعنا هو اللي بيؤمن هؤلاء الناس من خوف، اليس هذا هو على الحق؟ اللي بيرعب الناس وبيضيع عندهم الامن ده، واللي بيوقف حالهم عشان ما ياكلوش، ويوقف آيات الله سبحانه وتعالى في الإطعام من جوع وفي الإيمان من خوف، مين الضلالي ومين على حق؟ فإحنا طبعا لا، عمر الضلال ما بينتصر على حق إطلاقا. نعم. فأدي جنوبنا ما شاء الله في الجيش وفي الشرطة كل يوم بينتصر، حلو، بيضيفوا للأمن القومي، بيضيفوا لرسالتهم في الحياة، والتانيين مضحوك عليهم مغرر بيهم، سواء كان الضلال اللي جاي باخد فلوس او المضلل اللي فاكر ان هو في سبيل الله والله اعلم وراه على فين. سيادة الله، يرى البعض ان ارهابي كرداسة يمكن اكثر الارهابيين تدريبا وتسليحا ربما من كم السلاح الذي عثر عليه بحوزتهم، هل ترى ان كان ينبغي القضاء على هذه البؤر الاجرامية في توقيت مبكر عن هذا التوقيت الذي بدأ يوم الخميس الماضي، خاصة وان حادثة كرداسة وقعت في 14 اغسطس، يعني مر اكثر من شهر على الحادثة الاولى ورد القوات المسلحه والداخليه بعدها باكثر من شهر. تمام. بص حضرتك، يعني ايه متخذ القرار دائما بيبقى ايه؟ بياخد قرار بناء على معلومات. نعم. يعني اذا كان وزير الداخليه او في القوات المسلحه في قدامه تهديدات معينه، في قدامه دلجة، في قدامه كرداسة، في قدامه المنيا كلها، في قدامه الجمهوريه كلها، في قدامه القاهره، في قدامه اماكن كتير هنا. نعم. فهو بيقدر هذه التهديدات للأمن موجودة، وبناء عليها نهي اللي أبدأ فيها بسرعة، نهي اللي إيه؟ اللي محتاجة تدخل فوري، عنده معلومات إمتى؟ يعني إحنا كمواطنين عاديين نتمنى إن الناس، وبالذات لما شفنا المنظر البشع اللي حصل في كرداسة، نتمنى إن بأقصى سرعة الناس دي كلها تتضمر، نشوفها قدام عينينا متعلقة على عواد المشانق والقصاص متاخد منها. انما متخذ القرار لازم نثق فيه، قدامه معلومات نحن لا نعلمها، هو اللي بيقدر، فاكيد القرار اللي خدوه هو الاصوب وهو الاحسن، وبالتالي نجح الحمد لله قرارهم في انهم فعلا قدروا يطهروا كرداسة، قدروا يطهروا دلجة، استعادوا الامن، صح شوية جيوب مقاومات خفيفة كده موجودة، فايه فهنا القصة، يعني زي بقول ايه، متخذ القرار دايما لازم ايه، يعني احنا نحط نفسنا مكانه، لما ما بقاش عندي اتكلم عنه امتى؟ لما ابقى عندي نفس المعلومه بتاعته، او ما اقول لا ده كان ينبغي ان انا اعمل كذا وما اعملش كذا، فطالما انا لا املك نفس المعلومه اللي خد عليها القرار دي، فاقول له الله يوفقك تمام اللي انت خدته، لان هو اللي عنده هذه المعلومه
وليس أنا. نعم، ومصداقا لكلام حضرتك، كلام اللواء فؤاد علام الذي أكد أن العمليات تمت في كرداسة بنسبة نجاح تفوق 80% من يوم الخميس، ربما لو كان تم ذلك في توقيت آخر ربما لم تكن تتحقق نفس النتائج بناء على المعلومات اللي عنده. نعم بالزبط. طيب حضرتك، محاربة بؤر الإرهاب في كرداسة وفي دلجة وفي سيناء يرسي مبادئ دولة القانون، وإن مفيش حد فوق القانون، وإن هيبة الدولة بتفرض بمؤسسات الدولة. إلى المدى الزمني المتوقع أن تستمر في الحرب ضد الإرهاب رغم التأييد الشعبي الجارف للحرب ضد الإرهاب وتأييدهم للفريق أول عبد الفتاح السيسي أول لما أطلق الدعوة للحرب على الإرهاب والتفويض للقوات المسلحة والشرطة بالحرب على الإرهاب، إلا أن الناس عندها تساؤل دائما ما نواجهه نحن كإعلاميين، إلى متى تستمر هذه الحرب؟ كل حرب معروف أن لها نهاية في الآخر، لكن النهاية دي ربما تكون إمتى؟ بص حضرتك، إحنا قلنا آخر حاجة في الأربعة دول إيه؟ وإذا إيه؟ خاصمة فجر. يعني إيه؟ يعني ده ناس كانوا عارفين كل حاجة عنا، كنا مسلمتهم مراقبتنا، يعلموا كل حاجة عن الوطن، فجأة بقوا خصم. فبيفجروا في إيه؟ إن هم عارفين مواطن الضعف فين؟ ومواطن القوة فين؟ وإيه اللي ينكد على الناس؟ فعمالين في آخر حاجة دلوقتي، لأن الهدف السياسي مع أي عمل بيتم ليه هدف سياسي. طب هدفكم السياسي إيه يا إخواننا يا بتوع الإخوان؟ إن أنتوا ترجعوا للحكم تاني؟ إتهيألي هذا خلاص أصبح يعني هدف من المحال أن يثق حد في شعب مصر إن الناس دول ممكن يرجعوا تاني، أو حتى هم في داخلهم إنه إلا من على سبيل الكذب، وهم من باب الكذب يصدقوا أي حاجة. زي ما بيقولوا إيه؟ يعني كان اللي الناس بتسقط شهداء من القوات المسلحة أو من الجيش يقولوا ده هم اللي بيقتلوا بعض. يعني هنشوف كذب بعد كده إيه. فهنا عايز أقول إن اللي هيستمر حد إمتى؟ زي ما نقول إيه؟ يعني اللي بيقول إيه؟ اللهم قني شر أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل. خلي بالك، دول الناس كانوا بيحكموا البلد، عايشين في وسطينا، يعلموا كله صغير وكبير عني. ف يعني كل يوم انت بتسد خور بيفتح خور، مش مشكله، بس يكفي ان الشعب كله عرفهم. صحيح هتاخد وقت، ما بنقولش في يوم وليله هتخلص. نعم. انما ما شاء الله في انفراج عماله بتتم، وبتتم باستمرار. الارهاب عمال الناس، احساس الناس بالامان عمال بيتزايد، هم عماله حاله الياس. الناس اللي هم المغرر بيهم بداوا يصحوا، بداوا يفوقوا. نعم. ده بالنسبه للي هنا. اللي في سينا ده حاجه تانية خالص. اللي في سينا دول ناس ليسوا من ابناء سينا، دي النقطه اللي انا عايز اقولها. وناس جايين علينا من بره، ارهابيين محترفين جايين من بره، اللي هم كان جايبهم مرسي عشان يعلن بيهم الاماره الاسلاميه هنا. فاذا الناس دول القوات المسلحه بتتعامل معاهم دلوقتي باعلى درجه من الكفاءه وبالتقنيه وبالتكتيكات اللي هي تتناسب معاهم تماما. فدول ايه؟ كل يوم بيسقطوا، بيتساقط منهم ما بين القتلى والاسرى والجرحى وكل دول. انا لما بقول اسرى من دول، لان دول مش ابناء الوطن. نعم. اطلاقا. نعم. اللي جايين دول ابناء سينا، خلي بال حضرتك، دول اشرف جنود الارض اللي طول عمرهم في رباط الى يوم الدين. جميع حروبنا من ايام الهكسوس، من ايام احمس وصلاح الدين وحاجات، رايحين جايين على اهل سينا. ممكن واحد او اثنين يتغرر بيهم، انما الناس دي. ولذلك فعل خيرا قائد الجيش الثاني، قال لك انا هعيد محاكمه الناس دي ثاني اللي اتحكم عليها غيابي، ولولا ان الناس دي متاكده انها بريئه ما كانتش طلبت الكلام ده، وما كانش قائد الجيش قال كده. لان فعلا الناس دول اشرف منها. ففي سينا العمليه ماشيه يوم ورا يوم، كل يوم اللي بيتساقطوا واللي بيقع ما بيطلعش واحد غيره. يعني اللي في سينا عشان محكومه ارهابيين محددين تماما. وبقول من هنا اهوت رساله لحماس والاهل غزه، بنقول لهم يا اهل غزه انتوا اهلنا، فلسطين دي دمنا ولحمنا. احنا يعني مش عايز ينطبق عليكم القول علمته الرميه فلما اشتد ساعده رماني. النهارده حماس وانتمائها اللي معروف للكل، ومعنى انهم تبع التنظيم الدولي للاخوان، بس مش على حساب فلسطين. يعني اللي بيعدي من الانفاق والعمليات اللي بتتم دي مدرسه حماس حافظنا. العبوات النسفة اللي بتحط على اجناب الطريق وتتضرب دي، مش عايز اقول يعني احنا اللي علمناها لكم ولا اتعلمتوها ازاي، دي كانت بتتعمل ضد دبابات المركبه الاسرائيليه، ما جيش تتعمل ضد اولادنا احنا في سينا. نعم. وتضرب بيها على اتوبيس، اتوبيس ده مش دبابه مركبه، خلوا بالكم انتوا بتضربوا ضد مين. فلما نقول اقفل المعبر النهارده، هنقفله واحنا بنتجرع ايه؟ بنتجرع السم معاكم، بنتجرع الدواء المر
لان اهل حماس قيادة حماس الفاسدة دي انتوا تتصرفوا معاها، مش عن طريقكوا عمالين ايه هم احنا عمالين فاتحين حماس واحنا اللي شايلين همكم، وهم عمالين يبعتولنا من عبر الانفاس كان باقي نفق او اتنين يبعتولنا العبوات ويقودها من هناك محمود عزت اللي هو اللي اعلن نفسه مرشد الاخوان بعد المرشد محمد بديع ما سقط. نعم. بتدبر وتحاك اعمال الخيانة والغدر والارهاب دي ضد ارضنا من ارض غزة من عند حماس. فالشعب يا شعب غزة اذا كنتوا انتوا باكيينها نفسكم لا احنا انا بقول انا معاكم قلبي بينزف دم لما المعبر بيتقفل عشان انما عقلي اقول لا يتقفل عشان الناس دي تفهم اذا كانت باكي على شعبها مش احنا اللي نقدم لكم الاكل ونقدم لكم الدواء وانتوا تبعتوا لنا المفرقعات تدمرونا هنا. اذا كنتوا يا شعب غزة عايز تلوم لوم حماس ما تلومش شعب مصر. نعم سيادة اللواء هناك ظاهرة ربما تستحق التوقف أمامها قليلا، سعادة المصريين منذ 26 يوليو بتدفقهم على الميادين المختلفة لتأييد دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي في الحرب على الإرهاب، أيضا في كرداسة شاهدنا المواطنين وهم في منتهى السعادة لوجود القوات المسلحة وشعور بالاطمئنان ومنتهى التعاون، كيف تقرأ حضرتك هذا وكيف يقرأوا أعضاء البؤر الإجرامية؟ يعني الشعب كله يلتف حول قيادة وتنظيم يصر على الاستمرار على ممارسات هو يعلم في النهاية أنها فاشلة لأن ما فيش قوة أيا كانت تستطيع أن تقف أمام شعب كامل بقيادته ومؤسساته. دلوقتي يعني أنا مش عايز أقول إيه لما نقول جيش وشرطة، جيش مصر شرطة مصر، في بيت في مصر ما فيهوش حد في الجيش ولا في الشرطة؟ لا ما هو ده. نعم. بس دي ايه؟ الشعب ده هو الحربة ورأس الحربة دي هو الجندي. نعم. اللي في الشرطة او في الجيش، فهي كلها جسم واحد، هو ده شعب مصر كله، ويتصدى لهذا الارهاب الجديد عليه الافكار اللي جاية. يعني احنا دلوقتي اللي بيقودنا، هل احنا يقودنا تنظيم دولي اسمه الاخوان المسلمين من تركيا؟ تنظيم دولي شوف بيضم كم دولة عايز يجلس على مصر عشان ايه؟ عشان هما يوصلوا للحكم. طب ما احنا جربناكم وسلمنا لكم ارواحنا وسلمنا لكم البلد، عملتوا ايه؟ جبتوها الارض وعملتوا شقيتوا الشعب كله ضد بعضه. هل هو ده الشعب اللي انت كنت عايز بيه على القدس مليون شهداء، على القدس ماشيين شهداء بالملايين؟ هو ده الشعب اللي انت عملته ولا ده الشعب اللي انت كنت جايبه الارض ما تقدرش تخط بيه خطوه قدام؟ لا ولا بنشاهد اي احد تحرك لنصرة المسجد الاقصى في ظل الانتهاكات هذه الجذوبة. نعم. ده لو ده نجاد رئيس ايران اتكلم كلمة بس على اسرائيل شوف المقاطعة والعالم كله عمل فيه ايه، ودول عادي جدا واقف على القدس رايح. طب يا ريت يا سيدي ورينا، ما ولا حد قال انت بتقول ايه، لان عارفين دي كلها طبل اجوف كلها شعارات جوفاء كاذبة. يا ريت ان هو يبقى واثق من هذا الكلام، انما انت بتقامر وبتضحك علينا، وانت اللي رايح تجيب الارهابيين من بره عشان تساعدهم على ان هم يدقوا اوتاد دولتهم ويعلنوها دوله يهوديه على جثث الابرياء من الفلسطينيين ويطردوهم بره عشان يبقى اسرائيل دوله صافيه العرق وعشان يديهم ارض من ارضنا. اقول لحضرتك على حاجه، انا وانا لسه طالب في 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 في, في قبل حرب 67 وانا طالبه في سنه فبنزور قطاع غزه وبنزور المعسكرات او بتاع المخيمات بتاع اللاجئين الفلسطينيين، فانا اتخضيت ده احنا رايحين كام ده سنه كام؟ 66. فبسال يعني انا سؤال لفت نظري ان الناس دي لسه قاعده في خيام ومش لاقيه يعني ايه شكلها، طب ما تبني لهم مباني. ده انا بسال الفلسطينيين بقول الكلام ده من الناس دي مهجرين من سنه 48 النهارده سنه 66، طب حطهم في مباني زيهم زي الناس اللي وغزه انت شفت كانت غزه يعني كنا بنروح نجيب من سوق غزه ونشتري ونتفسح في غزه حاجه ما فيش زيها في الدنيا، ورغم ان سايبين دول في المخيمات كده. فلما بساله برد عليه ايه؟ قال لي عشان وكاله غوث اللاجئين وعشان العالم كله لما يجي يقوم يتذكر الماساه بتاعتنا وحقنا في ارضنا، حقنا في ارضنا المغتصبه. طب انت خلاص نسيتوا ارضكم المغتصبه، نسيتوا نغتصب ارضكم، نسيتوا نسيتوا كل ارضكم دي اللي خدها اليهود وعايزين تيجوا تستبدلوها بارضنا؟ يعني هي دي احنا نشيلكم فوق راسنا. بس لو انتوا خدتوا الموضوع ده لو 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 هذه السابقه تمت والله ما هتكفيهم سيناء ولا مصر ولا هياخدونا كلنا في سكتهم.
يعني إذن دي سوابق، لو حدثت انتهى الوطن العربي، انه كل شوية دولة دي يعني الجيوبوليتكس ده اللي هو سياسة الجغرافيا بقى، هو عايز ياخد خطوة لقدام ياخدها لأرضنا احنا، ما ينفعش. فدول بيرسخوا مبادئ. يا جماعة طب اتعلمتوا ايه؟ لما انتم مش متعلمين ما تجيبوا مستشارين تسألوهم، اسألوا. ما هو يعني الكارثة الكبرى لما جه الفريق عبد السيسي لما عرض عليه تقدير موقف استراتيجي، ما تقدير موقف استراتيجي فيه في كل حاجة، كل التهديدات وحجمها وتوقيتها و طب انت ما استوعبتش هذا الكلام؟ ما عرفتوش الناس دي بتفكر ازاي؟ انما المصيبة الكبرى ان كل التهديدات دي وكل الحاجات دي اتعرضت عليهم، ورغم هذا رموا بيه عرض الحائط، ودي الكارثة الكبرى. يعني لو كانوا مش متعلمين كنا علمناهم، لو مش عارفين هنعرفهم نقف معاهم. انما المصيبه بقى انه ايه؟ لا مصر. طب انت اتعرض عليك اهو، وعارف انهم هياخدوا الارض دي وهياخدوها عشان يعملوا فيها كذا، وعايز تعمل الاماره الاسلاميه عشان كذا، اتعرض الكلام ده في تقديمك في استراتيجي وتصر، لا يبقى انت متواطئ بقى، يبقى انت خاين. نعم سيادة اللواء معنا الآن عبر الأقمار الصناعية عمرو عبد العزيز مراسل النيل من كرداسة. عمرو، ما هي الأجواء لديك الآن في كرداسة؟ يعني غدا في البداية لك التحية أنت وضيفك الكريم ومشاهدينا الكرام. لم تختلف الصورة كثيرا عن يوم أمس وأول أمس، ربما يعني تزايدت القوات الأمن من قبل القوات المسلحة وقوات الشرطة خاصة على المداخل وعلى المخارج، يقوم بالطبع بالاطلاع على هويات المرور ويقوم بالتفتيش اللازم للتأكد من عدم دخول أي عناصر مندسة. يعني الصورة ربما تنقل لك الآن حالات التفتيش التي تجرى على مداخل ومداخل مدينة كرداسة. بالطبع القوات الأمنية استطاعت في هذا اليوم القبض على عدد جديد من العناصر الإرهابية، وما زالت مصرة على إكمال العملية الأمنية التي بها تستطيع أن تعيد الاستقرار من جديد إلى مدينة كرداسة وتعيد الأمن. هناك حالة من الإصرار من قبل القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات الأمن بشكل عام. ربما وصل العدد إلى هذا اليوم لأكثر من 90 شخص وحصيلة تم القبض عليهم في مدينة كرداسة ومدينة مهيا. اليوم تم القبض على 4 أفراد، من بينهم أحد الأفراد الذي قام أهله بتسليمه بأنفسهم. يعني قوات الأمن دائما ما تشيد بتعاون الأهالي هنا في مدينة كرداسة. إليك غدا. نعم عمرو، كيف يستقبل أهل كرداسة الإجراءات الأمنية وعمليات التفتيش؟ هل يراها السكان المدينة يستقبلونها بترحيب حاب أم أنها تشكل عبء عليهم وضغط عليهم؟ يعني حتى وان كان هذا يشكل عبء عليهم او ضغط عليهم، فهم يرون ان في النهايه ذلك لمصلحتهم. هم عانوا لفتره كبيره بعد حادث كرداسة، يعني تفجير قسم كرداسة الذي حدث في 14 أغسطس. يعني عانوا اشكال الارهاب المختلفه، لذا فهم يرون ان ما يحدث هو لمصلحتهم. بالعكس هم يرحبون بقوات الامن وبالاجراءات التي يتخذونها، وايضا يعني يستمعون الى التعليمات التي تقال لهم من قوات الامن ويقوموا بتنفيذها بدقه، وهذا ما يجعل قوات الامن يستطيعون التقديم او يعني اجراء العمليات التي يريدون ان يقوموا بها بنجاح تام، ويشهدون دائما بتعاون الاهالي هنا في مدينه كرداسة. عمرو عبد العزيز مراسل النيل من كرداسة، اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. سياده اللواء، تعاون من سكان كرداسة رغم عمليات التفتيش، وايضا نجد أسرة أحد المتهمين قامت بتسليمه بنفسها، كيف تقرأ حضرتك هذا؟ هو ده الأمل بقى، خلاص يعني دي الإشراق. شعب مصر اهو، ابني لو غلطان اهو، حتى لو مخطئ، وده اللي احنا عايزينه. يعني أنا قلت مطلوب، أدي الأجهزة الأمنية عملت حاجة، مطلوب حاجتين اتنين من الأزهر بالذات ومن الشعب. الأزهر أنا مش عايز الشيوخ بتاعنا يطلعوا يكلموا في المطلق، انما انا عايزين علماء يطلع كده اهو، سبب انطلاق الناس ورا الجامعات دي، سبب تصدير الناس لهذه الجامعات وهذه الافكار الارهابيه، 1 2 3 الاسباب، تمام، ونقعد نحللها ونفهم الناس ايه الصح وايه الصواب وايه الخطا. علماء يطلع فكره كل يوم، ويطلع اكثر من عالم.
هات لنا الناس، احنا مش عايزين يطلع على خبير استراتيجي ولا خبير امني ولا خبير سياسي، عايزين علماء الدين عشان تفهم الناس دي. نعم. دينها صح، بس نتكلم ليس في المطلق ولكن في حاجات محدده. الفكره دي ازاي وصلت للناس؟ ازاي الناس دي مصدقه لحد دلوقتي؟ تمام؟ دي نقطه. النقطه الثانيه بقى اللي عملوها اهل كرداسه ده، انا عايزين كلنا نبقى اهل كرداسه. ازاي؟ لما اجي الاقي ناس جنبيه ومصر على الكذب ومصر على الضلال بننصحه مره واثنين وثلاثه فيش فايده نقطعه. نعم. انت لكم دينكم ولا دين، انما هقعد انا معاهم ما هم طول ما هم شايفيننا بيعملوا فينا ده كله وبيكذبوا علينا ويطلعوا من ورانا يعملوا الكلام ده كله. يعني انا لا انسى على الاطلاق، اقول لك يعني اقرب الناس وباصدقاء وتيجوا ويكلمك يعني في العادي يمكن اقول لك اكتر ناس تجري على امن الدوله وتبلغ عن الاخوان دول وعن الخلايا دي، بمجرد ما يشوف الناس دول ويلاقي واحد فيهم مش عارف قتل واحد ومسؤوله بجنسته. انت عاجبك الكلام ده اخ فلان في الناس دي بتعمله؟ هذا حد الحرابة، هذا حد يخرب بيتك، حد الحرابة؟ نعم. ده انا كنت بصلي وراك وفاكرك راجل عارف الصح. طب نعم. انت شفت حد حكم؟ يعني الراجل اللي قتله نعم مجرد دار الاحكام على طول. فاذا ده دور احنا الناس دي لو وصل احنا نقاطعهم لا نبيع لهم ولا نكلمهم. نعم. والعلماء الافاضل يمسكوا فكرة وليس كلام في المطلق. والامن ماشي، احنا التلاتة نمشي مع بعض. لو احنا التلاتة مشينا مع بعض في اتجاه واحد ان شاء الله ستنتهي هذه المشكلة وباسرع ما يمكن باذن الله. سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق واستاذ العلوم السياسية، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا اللقاء. مشاهدينا نهاية المشهد لهذا اليوم، على وعد بتجدد اللقاء غدا في نفس الموعد. شكرا لكم والى اللقاء.